عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دي فودافون بعتتها لي، فيها تقريبا بالشكل دوت، ومش عارفه فيها ايه تاني. دي عشان هقعد اركبها معاكم وهنشوف في الاخر هتطلع ايه. يعني انا مش عارفه هي هعرف اصلا اركبها لوحدي ولا لا، وهتاخد وقت ايه معرفش، بس هي شكلها يطلع حلو في الاخر. تعالوا نجربها سوا ونشوف هتطلع ايه. يلا بينا، تعالوا بقى نفتحها مع بعض ونشوف عارف اعملها ولا لا. مش مشكلة يعني الحتة ورايا مكركبة شوية، بس نشغل اغاني كده جنبينا، حاجه تسلينا يعني. مش عايزه اغاني دوشه قوي يعني. دي الزينة بتاعت رمضان اللي بيقولوا عليها، دي مش عارفة دي اطباع ممكن تحط فيها اي حاجة تاكلها وانت قاعد يعني بتتسلى، عشان شكلها ياخد وقت كبير جدا. وده هعملها ازاي؟ الموضوع شكله كبير. تتكون من 1 2 3 4 5. تقريبا الحاجات دي ملهاش لازمة اللي انا بعملها دلوقتي. بصوا شكلها اصلا ما ينفعش يكون في اطفال في الموضوع، عشان يعني بس عشان خاطر الحاجات الصغيره دي. هي في كور هنا هنسيبها بس دلوقتي. العجلتين اللي بيبقوا هنا ودي اللي بيقف عليها.
بعدين سهرانين معايا بقى النهارده عشان الموضوع شكله طويل وهياخد وقت. بداية اتحببت معرفش ليه. شكرا لفودافون يعني. الموضوع صعب. دي اول واحده كبيرة. وانا ركبت اخيرا خلصتهم. دي اللي
المراكب اللي بتعلق دي. بعدين بقى انا علقتين اللي بيتعلق فيهم اصلا الساقيه دي. ماما هتصحى تبهدلني على الكركبه اللي انا عملتها دي كلها. بس هنروق هنروق على ما نخلص. العب يا بيلا. ماشي دي كويسة مفيهاش حاجة، دي كمان مفيهاش حاجة. اهو تهيألي دول بقى. انا ليه حاسه ان في حاجه ناقصه؟ شكلي حطيت فين الورقة اهي.